سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. الناس طبايع، منهم العنيد ومنهم اللي طايع، ومنهم القريب ومنهم البعيد، ومنهم اللي بالأمل راجع. مساء الأمل، مساء الحب، مساء التكافل الاجتماعي. أهلا بكم بين الناس ومع الناس. ملوش إحساس ألوان ياما 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 قلوب الناس ألوان ياما 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 قلوب الناس. المثل بيقول يا بخت مين بكاني ولا بكى الناس عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. النصيحة دائما تأتي من الأم إلى الأبناء توفيرا للوقت والجهد واقتصارا للتجارب الفاشلة التي قد يواجهونها في الحياة. المشكلة التي عرضناها في الحلقة الماضية من بين الناس مشكلة لشاب يريد أن يحصل على نصيبه من الميراث، وترفض الأم ويرفض الأخ الأكبر على اعتبار أن المشروع لا يناسب العائلة اجتماعيا. نستعيد المشاهد مرة أخرى بالصوت والصورة في بين الناس، وننزل إلى الناس لنعرف رأيهم في حل لهذه المشكلة الاجتماعية. على فكرة يا جماعة، أنا عايزينكم يدور على افتتاح عيادة أخويا الدكتور شاكر. وهنسهر بعدها يا وليد؟ صباحي وحياتك، ولا إيه؟ هو ده الكلام. مين دول يا ناس؟ اللي جاي معانا؟ أصحاب أخوك وليد. أصحابه؟ ونعم أصحاب. معلش يا شاكر، برضه عشان خاطري رحب بيهم. إلا قولي انت ليه ما بتفكرش تعمل مشروع خاص؟ يعني إدارة أودي ما لقيتش حد يشجعها. خلاص هشجعك أنا ونبقى نفكر سوا. يا ريت. احنا لازم نتصرف يا ماما، الشلة دي واكلة عقله خالص، لازم يبعد عنهم ويقف عند حده. ربنا يهديه يا ابني، بس أنا شاكر مش عايزك تتنرفز معاه، ده أخوك حبيبك. على فكرة يا جماعة، أنا خلاص صبيت على مشروع صافي الديسكو. مشروع؟ مشروع إيه اللي أنت بتقول عليه ده؟ مشروع إيه يا وليد؟ صالة ديسكو، مشروع كده هعمله أنا ومجموعة من أصحابي. يا ابني أنا ما عنديش مانع تعمل مشروع وتبتدي بيه حياتك، بس يكون مشروع مفيد، مشروع محترم، مش صالة ديسكو. محترم مش محترم، انا حر، وبعدين انا بقيتش قاصر خلاص، ومن حق اخد فلوسي زي ما الدكتور خد فلوسه وعمل عياده، وبعدين بقى انا اضرب مصلحتي. يا وليد انا اخوك، عارف يعني ايه اخوك؟ انا وماما قلبنا عليك وعايزين مصلحتك. انا عايزك تبقى واثق كويس قوي ان الشله دي يوم ما تخلص فلوسك مش هيعرفوك خالص. صاله ديسكو ايه اللي انت عايز تفتحها يا وليد؟ امال انت خدت بكالوريوس تجاره ليه؟ فكر بعقل يا وليد أرجوك. مش معقول يتصرفوا معاك كده، ده حقك وفلوسك. بصراحة مامتك غلطانة في حقك خالص. انت من حقك تقدم طلب للنيابة الحزبية تطلب فيه رفع الوصاية عليك لانك بلغت سن الرشد، والنيابة هتؤمر الوصية عليك بانها ترد لك كافة حقوقك الموروثة. هي كلمة واحدة يا ماما، لو ما خدتش فلوسي هشتكيك للنيابة وهعرف ازاي اخد حقي. يا مصيبتي، هي حصلت يا وليد؟ دي اخرتها يا ابني؟ عايز تاخد فلوس ابوك تصرفها على الشله الفسدانه اللي هتضيعك وتضيع مستقبلك؟
لا انا لو مكان الام هعمل اللي هي عملته بالظبط، لان انا شايفه ان هي ماشيه طريق سليم. يعني لو ابنها ده كان هيعمل حاجه للخير كانت تدي له فلوس، لكن هي عارفه ان ابنها يمشي في طريق مش سليم ومش مظبوط، يبقى مش هشجع ابني انه يعمل حاجه مش كويسه. فهي ماشيه صح وهي ماشيه مظبوط، وتبقى عند موقفها كمان. دكتور فودي طبعا وما ياخدش فلوسه، لا ما ياخدش مع ان هي حقه قانونيا. معلش القانون حاجه، لكن انا عارفه ابني هيودي الفلوس دي فين. هو هي حكايه قانون وبس؟ لا مش حكايه قانون. الموضوع طالما ان ابني ماشي في طريق سليم اوكي هديله فلوسه، لكن مش حكايه ان القانون بيقول ده حقه يبقى اوديه للتهلكه او حاجه هيفسد بيها. يعني لا ما شجعوش على كده. طيب اصحابه زرعوا في عقله ايوه زرعوا في عقله ان ممكن الاخ الاكبر يعني ليه هدف انه يعطل انه يحصل على نصيبه من الثروه ومن الام. يعني تاثير اصحابه عليه قوي جدا. ما هو دوت للاسف، ما دي بقى الصداقات الفاسده اللي بنلاقيها في مجتمعنا وبيأثروا على بعض. ما هي دي لازم، يعني مش عشان اصحابه يبقى هم اخد يعني راي مسلم بيه ان هم اللي بيقولوا كده وهو ده اللي صح برضه. لا دول ليهم مصلحتهم وليهم هدف للموضوع ده، فبيشجعوه على كده عشان هم ليهم هدف. لو هو ابن حضرتك يشتكيكي في النيابه يقول كده، يقول انا هقدم فيكي بلاغ في النيابه، انا لا اقبل. وانا ممكن لو ام واحس ان ابني في يوم من الايام هيقول لي كلمه زي كده انا اتبرأ منه، مش عايزاه، مش عايز اعترف بيه انه هو حتى ابني. لا كلمه صعبه جدا. طبعا طبعا لا ده تتبرى منه بقى. اه طبعا من حقها لما ابنها يبقى بالشكل ده معاها واللي ربته واكرمته وعملت فيه يعني طلعته للدنيا. لما يعملها بالشكل ده انا لو منها ما عبروش، ما اسيبه للدنيا تشوفه تعلمه. يعني في مثل بيقول اللي ما بيتعلمش من بابا ومامته بتعلمه الايام والليالي. ايوه فهو فعلا هيتعلم الايام والليالي. كانت عاوزه توفر عليه تعليم الايام والليالي لان الثمن غالي. الثمن غالي. اه فعلا فعلا. فانا بصراحه لو مكانها خليه يسيبه الايام بقى يتعلم ازاي يعني يكرم ابوه وامه. هتصرف ازاي؟ يشتكيني في النيابه بس مش هديله فلوس برضه. بس مش مهم انه يشتكي في النيابه، مش مشكله، بس مش هديله فلوس. طب القانون هيديله فلوس على اعتبار المجلس الحاسبي وصل السن، يبقى هو بقى يتحمل مسؤوليه ده عمله ان هو ده وثق السن القانونيه، هو يتحمل نتيجه التصرف بتاعه بس مش اكتر من كده. هتسيبيه؟ اه خلاص ما ماليش يد، هو خلاص كبر وبلغ والقانون مديله حريه التصرف فهو هيتصرف. يعني انا بقول له لا الاول، هو ما قالش لا وانتجه النيابه، اسيبه لحد ما ياخد الفلوس كده وبعد كده خلاص هو حر. هل هو عقوق والدين ولا اختلاف في وجهات النظر؟ إن اختلاف وجهات نظر. اختلاف يعني هو عايز يعمل هو عايزه. أيوة. بس يعني بيحس ان احنا اللي انا غلط هو صح. ايوه طب ليه بقى الخلاف ده؟ يعني في فجوه كبيره دلوقتي بين الاباء والابناء. والله يعني هم بيبقى يعني انت عارف حضرتك انا عندي ابن ما شاء الله في ثانيه ثانوي برضه ليه اتجاهات، بس انا بحاول امشي معاه. يعني ليه اتجاهاته وليه افكار افكاره، بس برضه بحاول ان انا اتمشى معاه، ما بحاولش اضغط عليه. وبعدين كل حاجه لما تبقى بالسياسه وبالهدوء مع السن ده بالذات تبقى كويسه، حتى لما بيكبروا لما تاخد الابن بالسياسه من صغره هيبقى كويس جدا بعد كده. طب هل احنا بنشوف دايما اللي بيشوفوه الاهل؟ يعني وجهه النظر بتبقى واحده بس مع الايام بيتقتلنا ان هم فعلا هم الاصح. مع الايام بعد كام سنه بقى؟ والله حسب الظروف بقى. لما الواحد تجربة اول ما الواحد بيقع في مشكله بيتاكد ان هم فعلا رايهم دايما اصوب. يعني هو المفروض يسمع كلامهم. اكيد 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 عشان ربنا يرضى عليه. طبعا ربنا طبعا اكيد لما حط الجنه تحت اقدامهم كان صح. يعني هو دلوقتي لما يعني رفض انه يسمع الكلام، الام تعمل ايه؟ تنصحيها تعمل ايه؟ والله لو انصحها نصيحه حقيقيه يعني اقول لها تسيبه لحد ما يكمل وتشوف هو هيوصل ليه. طبعا الضنا غالي جدا، والمثل بيقول قلبي على ابني انفطر وقلبه عليا حجر، وفعلا ده بنشوفه في الواقع النهارده كتير. مظبوط والله ما بعرف المشكله هي من يعني القانون والشرع انه بيحق له فلوسه ياخذها. ها بس وديمقراطيه وحر ويعمل اللي بده اياه، بس هذا غلط. طبعا هذا غلط، مش عارفه يعني كيف الولد وصل للمرحله هاي انه ما يسمعش كلام امه لهذه الدرجه. انا مش متعوده على هيك اولاد يعني. ايوه الله صحيح. مش متعوده على هيك اولاد. اولادي الحمد لله اللي بقول لهم اياه بيسمعوا مهما كبروا. ده ممكن طبعا لهم راي هون، لهم راي في اعلى المناصب وعنده اولاد وهي جده ويرجع لامه يسالها ويستعين بيها، لانه الام يعني همها في الدنيا سعاده ابنها ومصلحته. يعني طبعا غلط كبير هذا عدم سماعه لكلام امه. يا حضرتك دلوقتي يعني بتشير لمساله التربيه، يعني هو تربى ازاي؟ هو يمكن ان سمح له يختلط في اولاد، بس اللي عنده ولد صالح
يمكن هو اختلط في ناس مش كويسين. هل هي يعني للأسف مثلا نقدر نقول انها لم تتابع ابنها الثاني زي الولد الاكبر، هي معجبة بيه على اعتبار انه طبيب وناجح؟ ممكن. يعني هي مقصرة شوي، ممكن يكون مثلا هي ما اخذت بالها من الولد الثاني مثل الولد الاول، يعني ما كانش ناجح مثل الاول فتركته. لو حضرتك مكانها هتعمل ايه بقى؟ تديله فلوس ولا لا؟ والله بدي اعطيه الفلوس لانه حقه. الام الله يكون بعونها، لان الاثنين ولادها في موقف لا تحسد عليه. طبعا موقف لا تحسد عليه، لان خد بالك انت عندك ايه الموقف ده، فيه ولدين. ايوه والاثنين ولادها من صلبها، واحد شايفاه ناجح وفالح والتاني هقول لك حاجه. هو اللي بيحصل ايه، هي الاولويه مفروض راحت للطب، ده مظبوط، مش عشان هو طب يعني، لكن هو عشان بيخدم نفسه وبيخدم المجتمع. لا ممكن هي تدخل طرف ثالث، ممكن هي تدخل طرف ثالث بحيث ان هو يقنعه ويقعد بينهم هم بينه وبينها ويقتنع. لو ما اقتنعش وحضرتك، ممكن لو اي واحد في العيله يكون ليه ثقل في الاراء، بحيث ان هي ممكن توجهه ليه، وممكن ان هو يكون مثلا ليه شخصيه بحيث ان هو ياثر عليه، بحيث ان هو يخلي المشكله او يحلها بدون الوصول الى القضاء، يبقى دي شيء كويس. لان هي لو وصلت للقضاء ممكن الولد، لان شاب لسه، ممكن ان هو يعني يبقى دماغه برضه ما نعرفش. ده دي اجتماعيا تعتبر يعني كارثه، إن هو يروح يشتكي أمه طبعًا. يعني دي مشكلة مشكلة. وبعدين يعني حتى كمان أمام المجتمع والناس مسألة صعبة جدا إنه تتحملها العيلة، يعني إنه يوصل الخلاف للمحاكم والقضايا والصراعات. بس في حاجة أستاذ جمال، ربنا سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم وصى بالأم، الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب. إزاي هو يسمح لنفسه بعد من الأم ما خاضت معاه إن هي ربته لحد ما وصل للسن دوت، إزاي هو يتجه هذا أو يفكر أدنى شك إن هو يفكر إن هو يلجأ للقضاء؟ يعني أكيد في مشكلة مهما كان الخلاف، مهما كان. والله هو كمان يعني ممكن قوي المشروع ده ممكن هيفشل، ده 100% لسبب مش راضي عنه. أولا هو الموضوع مش في حد ذاته قوي، لكن في نفس الوقت رضا الأم ده ليوضع تاني خالص. فانا عايز اقول لسيادتك حاجه، الجيل بتاع الايام دي ليه حاجه نظام معين، يعني ممكن الام تكون طبعا بتخاف على ابنها جدا، لكن الابن عشان عايز يفرض شخصيته وان مش هي ازاي يسمع كلامها، لو سمع كلامها يبقى هو منقاد للام ودي مش شخصيه. عايز احنا بنكبتهم من صغرهم والله، يعني بيحسوا بنوع من الكبت، وان الاراء مفروض عليهم طول الوقت، وان ما عندهمش حريه. الام خايفه على ابنها، وخاصه ان الظروف ان الناس عايشه حاله من حالات التمرد عند الشباب متمردين. يعني شويه المشكله استاذ جمال، ان المشكله متناقضه، ان ابن ناجح وكويس ومستقيم، وابن تاني ماشي باسلوب مختلف خالص. فهل احنا دلوقتي يعني مش عارفين نحصل العمليه؟ هل هي الغلطه برضو اللي بنقع فيها، ان اللي ناجح واللي ذكي ومتفوق علميا وماديا جايز احنا بندي له اهتمام اكبر، والاخر بيحس ان هو اقل. يعني ممكن هو عايز يعوض نقطة الأخ دوت بإن هو يوصل عايز يبقى غني أو حاجة زي كده، فتح الديسكو ده على أساس إن هو يبقى أحسن من الأخ التاني، فبيعوض نقطة عنده وبيبص من ناحية المادية. لكن بالنسبة للبيئة نفسها احنا بنتعلم درس مهم قوي، إن الإن ما نضغطش على الأولاد، وننتبه لإنه الأضعف والاقل ذكاء والاقل موهبه يحتاج الى رعايه اكبر. يعني ما نهتمش باللي ناجح ومتفوق علميا ودراسيا على حساب الاخر، لا بالعكس، يعني الاقل نهتم بيه علشان ما يبقاش عنده عقد ومشاكل نفسيه تظهر في المستقبل. يعني ممكن نوجهه ان في كمان مشاريع ممكن انها تكسب وتبقى مربحه اكتر من هذا. لانه ما تديله فلوس ولا لا؟ تديله فلوس؟ تديله في الميراث ولا لا؟ والله هي ادم شايفاه ان هو مش بالنضج العقلي ده، ما تديلوش. لا، مع ان القانون يديله، هو القانون يديله. ندخل في ندخل بالناحيه الدبلوماسيه بحيث ان هو حد من العائله ممكن ياثر عليه بحيث ان هو يفهمه ويوجهه توجيه سليم. ما اقتنعش خلاص، لان لو اقتنع هو بالفكره بتاعته ومشي فيها مش ممكن ابدا، ده هينحرف الى اسلوب مش هيبقى كويس. يعني هو ممكن قوي فعلا ان هو هيلجأ للقضاء، وده غلط طبعا.
طبعا، لكن ممكن هي تصطحبه وتتعاون معاه وتقول له اه ممكن ان احنا نعمل كده. هتبدا بمبلغ بسيط جدا في الاول مع بعض ونبدا، وبعد كده بطريقه معينه تقدر ان هي توصل له ان ده غلط ويعني وتنصحه يعني. يبدو أن الإنسان عادة يرفض النصائح الجاهزة ويريد أن يعيش الواقع بحلوه ومره ويعيش التجربة والخطأ. هذا الشاب يرفض نصيحة الأم التي ترى أن المشروع المقدم عليه هو مشروع غير مناسب للعائلة اجتماعيا، ويريد أن يذهب إلى المجلس الحسبي ليشتكي أمه وأهله من أجل الحصول على ميراثه. هل تستطيع هذه الأم إيقاف ابنها والذهاب إلى المجلس الحسبي أيضا وتبرير عدم موافقتها على صرف مستحقاته من الميراث، أم أنه لا حق لها في هذا الأمر؟ أستاذ دكتور حسن عبد الخالق، حضرتك أستاذ قانون وعشت تجارب كثيرة في القضاء شبيهة بهذا الموقف. تمام. بداية، ما هو المجلس الحسبي؟ أولا هو تعبير اصطلح إطلاقه على المحكمة أو الجهة القائمة على إدارة أو الإشراف على إدارة أموال القصر، لأن القاصر هو الشخص الذي لم يبلغ سن 21 سنة، ونقصد هنا الأهلية المدنية الكاملة، لأن الإنسان ليه أكتر من سن أهلية، أهلية جنائية وأهلية تجارية، يعني عدد من أنواع الأهلية، لكن المقصود هنا الأهلية المدنية الكاملة. طيب، النهاردة إذا وصل 21 سنة وهو متمتع بملكاته الذهنية والعقلية كاملة، يبقى من حقه يتصرف في أمواله دون ما قيد إطلاقا بالمرة. طيب، إذا كان مصاب بعاهة في عقله زي كالجنون أو العتة، أو كان مصابا بمرض في تصرف قدرته على أن يحكم تصرفاته بطريقة صحيحة زي العتة زي السفة والغفلة وذو العاهتين، في هذه الحالة بنخضعه إلى الوصاية بنكون خاضع لقيم في حالة الجنون والعتة، ويكون خاضع لولاية أخرى تدير له المال أو تشرف على إدارة المال. والوصاية قد تكون الأم أو الأب أو لا، هو الأب، لا الأب طبعا لقب ولي. الأب وأب الأب يتمتع بلقب الولي. إيه الفرق بين الولي والوصي؟ أن الولي له تصرفات، نطاق تصرفاته أرحب ودون خضوعه لرقابة مستمرة، إنما الوصي خضوع كل تصرفاته خاضعة لرقابة القضاء بصفة دائمة. إذن المجلس الحسبي ليس هيئة قائمة ومبنى قائم، هي لجنة تشكل، هي محكمة الأحوال الشخصية. بنلجأ إليها عشان خاطر نستصدر قرار بالوصاية، يبقى معروف من هو الوصي على هذا القاصر وإدارته للمال إيه وكيف تتم هذه الإدارة. لا يجوز له التصرف في المال أو إخراجه من ذمة القاصر إلا بعد استئذان المحكمة، والمحكمة أيضا قد تلجأ للخبير عشان قطر يقيم حجم المال ويقيم قيمته حتى لا يتم التصرف على نحو يؤدي إلى الإضرار بمصالح القاصر. هل من حق الأم في هذه الحالة يعني أن تطلب الحجر مثلا على ابنها نتيجة أنه يقدم على مشروع ترى أنه غير مناسب؟ لا اجتماعيا وإنه كل اللي تملك الكلام ده لو كان مصاب بمرض جنون عتة كسفة أو غفلة، في هذه الأحوال تملك هذا، لكن إذا لم يكن مصاب بهذه الأمراض فخلاص لا تملك إطلاقا. يبقى هنا خرجت من الناحية القانونية الصرف له أن يتصرف كيفما شاء، مسؤوليته هو حر فيها. ولكن إحنا النهاردة بنقول بقى في جانب آخر من المشكلة، والجانب الاجتماعي. هل يتناسب المشروع مع الأسرة ومع مستواها مع فكرها مع تقاليدها مع عادتها؟ دي مسألة أخرى بقى لا تخضع للقانون. وطبعا هذه المسألة مش النهاردة هيتم زرعها، لا، لأن إحنا مفروض بنتابع أبنائنا من لحظة ما كانوا أطفال صغيرين عجينة لينة. السؤال يا دكتور حسن دلوقتي، يعني هذا الشاب يستطيع أن يحصل فعلا على المال الخاص به إذا كان سائلا، تمام، يعني مال في البنك، لكن لو كان في شكل عقارات أو أطيان أو ممتلكات ما، يعني طبعا هنفرق، لو كان المال سائل يبقى يقدر يحصل عليه يصرفه في الحال، لكن هي النهاردة لو كان المال متخذ شكل عقار أو متخذ شكل منشأة أو مؤسسة تجارية في الحالة دي، مصنع أو متجر، في الحالة دي بقى عندنا حق الإدارة لمين؟ حق الإدارة لأصحاب الأغلبية، هم أصحاب الإدارة، ويقدروا بقى إن هم يقيدوه
يعني هيبقى في برضه مرحله بينيه ليست بالسهوله، مش تاني يوم الصبحيه يصرف فلوس من البنك، لكن ده عشان خاطر يستأدي نصيبه بقى، وهيمر بمرحله تحويل المال من شكل معين شكل عيني الى شكل نقود سائله، ثم تحويل النقود السائله بعد ذلك الى المشروع اللي هو عايزه. يبقى النهارده في المرحله دي نطول عليه الامد شويه، على امل ان احنا في خلال نستثمر هذه الفتره او نستغلها في ان احنا نوجهه التوجيه الصحيح. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور حسن عبد الخالق. وخلاصه القضيه ان من حق هذا الشاب ان يلجا الى المجلس الحسبي ويحصل على نصيبه من الميراث، والام ليس من حقها ان تمنعه، ولكن في حاله واحده قد تتاخر الاجراءات في حصوله على نصيبه من الورث، اذا كانت الممتلكات في شكل مصانع او متاجر او عقارات او اطيان وفيها اداره مشتركه ولا بد من الفصل فيها. على اي الاحوال الحوار يجب ان يكون بالحسنى وبالإقناع وبالنصيحة الخالصة المخلصة من خلال الأصدقاء والأقارب الذين يستطيعون التأثير على الابن لتغيير رأيه في المشروع الذي ينتوي أن يقوم به. وأخيرا وأولا الدعاء، وربما تقول له الله يرضى عليك يا ابني، علّه يستجيب لرأيها وفكرها ونصيحتها. ما هي زينة الحياة الدنيا؟ زينة الحياة الدنيا كما نعلم جميعا وكما علمنا القرآن الكريم هي المال والبنون. للأسف الشديد في الحياة قد نجد صراعا واختيارا مرا بين المال من جانب والبنون من جانب آخر. الحكاية لزوجة لها طموحات مادية كبيرة جدا، وتدفع الزوج دفعا لكي يسافر إلى إحدى الدول العربية، ويأتي برصيد كبير في البنك تحقق بها الطموحات المادية والمستوى الاجتماعي. يرفض الزوج فتخرج غاضبة إلى بيت أهلها وتترك الأبناء دون رعاية. يأخذ الزوج الأبناء ويذهب إلى الزوجة في بيت أهلها لكي يسلمهم إليها. تأخذ الأبناء وتذهب الزوجة إلى قسم البوليس وتطلب من الزوج أن يأتي ليستلم أولاده في محضر في قسم الشرطة. للأسف الشديد العند بين الزوجين يدفع ثمنه غالبا الأبناء. المشكلة تتفاقم ويتم الطلاق، ويصبح الأبناء مشردين ولا مأوى لهم، فمن يرعاهم سوى الجدة؟ مشكلة من صميم الحياة نشاهدها معا بالصوت والصورة في بين الناس. دادي مامي احنا رحنا نغير عشان ننزل السينما. كفايه بنات لعب بقى، واقعدوا ارتاحوا شويه. سيبيهم براحتهم يا حبيبتي، احنا بنيجي النادي غير من الجمعه للجمعه. دلعهم انت، اسبوع في السينما واسبوع في المسرح ودلوقتي النادي كمان. يا ستي ربنا يخليهم ويوفقهم، احنا لينا في الدنيا كلها غيرهم. قولي لي اخبار العيله عندكم ايه؟ اسكت، انا نسيت اقول لك، مش محمود جوز نرجس رجع امبارح من الخليج وجايب بقى عربيه ما اقولكش اخر موديل، وهيغيروا الشقه كمان. اكيد لازم في الدق جنب والدتك. دق مين يا حبيبي؟ ده عنيل واخد شقه على النيل في ابراج المعادي. اه يا برهام لو تفكر في اللي بقولك عليه وتسافر، لسه يا حبيبي الفرصه قدامك. صباح الخير يا فندم. اهلا يا منى. ايه في حاجه مستعجله؟ ايوه يا فندم، التقرير بتاع الاداره الهندسيه وكمان اوراق المشروع الجديد بتاع الغردقه. اوكي سيبيهم، مش عايز حد يدخل عليا دلوقتي لغايه ما راجع التقرير براحتي. جرأة يا برهان، هو انا كل ما اقول لك على حاجه تقول لي اعصابي اعصابي؟ انت عايزه ايه بالظبط يا فوقيه؟ تسمع الكلام اللي بقول لك عليه وتنفذه. يا مدام انا لا يمكن اضحي بوظيفتي ومنصبي اللي وصلت له عشان نزوه من نزوات حضرتك. نزوه يا برهان؟ هو انا لما افكر في مستقبلنا ومستقبل اولادنا تبقى نزوه؟ مستقبلنا ومستقبل اولادنا هنا في بلدنا، مش في اي حته تانيه. طب ما غيرنا سافر وامن مستقبله، اشمعنى احنا؟ اللي سافروا كانوا محتاجين للسفر، ما لهمش عمل مستقر هنا، لكن احنا الحمد لله دخلنا كبير ومكفينا، عندنا بدل العربيه اتنين، اولادنا في مدارس اجنبيه، شقتك ومش محتاجه اي حاجه، عايزه ايه اكتر من كده؟ عربيتين ايه يا استاذه اللي بتتكلم عنه؟ اللي يسمعك بتقول كده يصدق انهم عربيتين بجد؟ ده موديل قديم بقاله يجي 20 سنه. احمدي ربنا على كل حال، غيرنا بيمشي على رجليها وبيركب الاتوبيس.
انا بقى ماليش دعوه بغيرنا. في دي مالكيش دعوه بغيرنا، وفي موضوع السفر بص لغيرنا. بقول لك يا فوقيه، قفلي بقى على السيره دي احسن. وان ما قفلتش هتعمل ايه يعني؟ الليله دي مش هتعدي على خير يا فوقيه. وان ما عدتش على خير هتعمل ايه؟ اما شوف انا ولا انت. هسيب لك البيت وامشي خالص يا فوقيه. انا اللي هسيب لك البيت، انا مش هلقمك بعيالك. انا هروح اقعد عند ماما، ولما تبقى تاخد قرار يا استاذ انت عارف بيت امي فين. وناوي تعمل ايه يا برهام؟ مش عارف يا شكري، كل اللي اعرفه ان انا ما نمتش ليله امبارح ودمي بيغلي. انا رايي ما تتسرعش في اتخاذ اي قرار. انا خلاص ما عدتش قادر اتحمل يا اخي. ما انتوا كنتوا سمنه على عسل، ايه اللي جرالكم؟ انا مش عارف ايه اللي في دماغها، رغم ان انا وهي متجوزين عن حب يا شكري، وبدانا السلم مع بعض خطوه خطوه. ما فيش حاجه باخرها عنها، حياتي كلها ليها ولولادها. مش عارف ايه اللي خلاها تزن على موضوع السفر تاني. يبقى اكيد مراتك من النوع اللي يحب يبص لفوق. بالظبط كده يا شكري، انت جبت التايهه. دايما بص لفوق، واللي فوق ده اكبر من امكانياتي. وياما نبهتها مفيش فايده. اصبر عليها شويه يا برهان، ما تنساش ان عندكم اولاد ومحتاجينكم انتوا الاثنين. اللي مجنني انها دايما بتدوس على اعصابي في موضوع الولاد، عشان عارفه ان روحي فيهم وهم متعلقين بيا وما اقدرش ابعد عنهم. يا بنتي اخت الشيطان ارجعي لبيتك. بقول لك ايه يا ماما، انا مش هرجع، ولما بقول كلمه انا ما برجعش فيها. يا بنتي ما تخربيش على نفسك. هو اللي هيخرب على نفسه، انما انا لا، انا عندي مرتبي ورصيدي في البنك يغنيني عنه. ودول هيعوضوكي عن جوزك وولادك. يوريني بقى يتصرف مع الاولاد ازاي. لازم اخليه يعرف قيمتي. انا مش عارفه جبت الاسود منين، انا مش قادره عليك. الله، انتوا جيتوا يا بنات؟ هي ماما جت خدتكم مدرسه زي كل يوم؟ لا يا بابا. ما لقيتوا ازاي؟ ركبنا اتوبيس، ما كانش معانا فلوس يا بابا نركب تاكسي. معكوش فلوس واتوبيس؟ طيب تعالوا معايا يا حبيبي، تعالوا. وعملت ايه يا برهام؟ وديتهم لها عند مامتها امبارح. وبكده يعني تبقى انت حليت المشكله؟ الولاد يا شكري هم المشكله. برهام بيه؟ خير يا منى؟ في امين شرطه عايز يقابل سيادتك. عايزنا انا؟ بقول لك ايه؟ انا لازم انا اقعد اخر بيته اعمل له محضر، فاهم ولا لا؟ وبعدين؟ مش عايز صوت الدهوه يمنع الكلام. بابا اتاخر قوي يا سمر، هنفضل قاعدين هنا لحد امتى؟ مش عارفه هو بس جابتنا هنا ليه؟ ما تقلقوش يا حبايبي، انا بعت لبابا وزماله جاي ان شاء الله. اضحكوا بقى؟ انا اجيب لكم حاجه ساقعه؟ شكرا. طيب ما تقلقوش، بابا زماله جاي. تمام يا فندم، ده المتهم في موضوع العربيه اللي اتسرقت اول امبارح. مش عايز تتكلم يا مش انا يا باشا، مش انا يا باشا. مين اللي كان معايا بيتكلم؟ امين محمد. فندم ارميه في الحجز لغايه ما اتقابل بكره عليها. ايه يا بنات؟ فين تصوير؟ فين حضرتك بالظبط؟ حضرتك الاستاذ برهان؟ ايوه فين؟ طيب اتفضل حضرتك سلام. اقعد يا حبيبي. خير يا حضرتك بالظبط. كل خير يا استاذ برهان. في الحقيقه والدة الأولاد جابتهم وطلبت مننا إن احنا نسلمهم لك. من فضلك لو سمحت تمضي لي على الإقرار ده إن حضرتك استلمت. اتفضل. أنا مستعدية أخدهم عندي يا برهان بيه، ده بعد إذن حضرتك. أنت عارف حضرتك إن أنا ست مطلقة وما عنديش أولاد. أنت كده تبقى قدمتي لي خدمة كبيرة أوي يا منى. بالعكس، حضرتك انت اللي هتقدم لي الخدمة دي. انا عندي طاقة امومة نفسي اديها لحد، وولادك متربيين وانا واثقة اني هصاحبهم. بس انا عندي حل تاني لو وافقت عليه هكون شاكر يا ماما. اتفضل. انتي ساكنة قريب من هنا، يعني لو قدرت تفوتي على الاولاد الصبح تبشريهم، وكمان بعد الظهر شوية. معلش انا بتقل عليكي من عشان انا
انا ما عنديش اي مانع يا برهان بيه. اللي هيجنني انه ازاي اخلي واحده غريبه تخش بيتي. ما انت اللي اديتي له الفرصه يا فوقيه. هي سكرتيرته في الشغل وبس، انما مش في بيتي كمان. طيب يا برهان انا معاك بقى للاخر، وبكره هتشوف انا هعمل ايه. تصوري يا منى انها رافعه عليا قضيه نفقه ليها لاولادها. طب انا هردها لها. شفتي؟ شفتي يا ست المصيبه اللي بنتك فيها؟ البيه طالبني في بيت الطاعه. مش عملتيها يا فوقيه، ادي اخره العد بتاعك. ومش هتنازل برضه عن اللي في دماغي. ويانا يا هو. وخدت عليها حكم ناشز يا منى. هستأنف واعلى ما تخيله يركب. الولاد اتغدوا يا استاذ برهان. استاذن انا. حضرتك تؤمر بحاجه؟ استني يا منى. هو انت مش هتخرجي من هنا تاني؟ ازاي؟ هو بصراحة كده يا منى، لا أنا ولا الولاد بقينا نقدر نستغنى عنك. مش فاهمة حضرتك تقصد إيه؟ بدون مقدمات كده يا منى، تقبلي تتجوزيني؟ آدي آخرة عنادك يا فوقية. برهام اتجوز يبقى من حق الطلب، وهو ده اللي أنا مستنياه. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك مدام فوقيه؟ ايوه. لو سمحت استني دي من دهني انا لو تكرمت. السلام عليكم. في ايه يا بنتي؟ يا بنتي في ايه؟ يا بتتكلمي؟ برهان طلقني يا ماما. الجبان طلقني. استغفر الله العظيم. ليه؟ ليه كده ليه؟ يا عيني على اولادكم وعلى حجرانهم. طيب يا برهان. المريض. ايه ده؟ انتي لسه ما نمتيش يا سمح؟ هنام اهو. واكلك ليه ما كملتهوش؟ ماليش نفس. طيب هطفيلكوا النور، تصبحوا على خير. الولاد نام؟ ايوه ناموا يا برهام. الحمد لله. الو. ايوه يا حاجه. بتقولي ايه؟ عايزه الولاد دلوقتي؟ بس افتكرت ان ليها اولاد ويعيشوا مع مرات اب ليه يا ابني؟ وامهم موجوده. هاتي هاتي يا ماما لو سمحتي هاتي. اسمع يا برهان، اذا ما اديتهمنيش بالذوق انا هاخدهم منك بالقانون. فاهم ولا مش فاهم؟ ما تقدريش يا فوقيه هاني. انت نسيتي انك سلمتهم لي بمحضر في اسم البوليس؟ لو عايزاهم انا كمان هسلمهم لك في اسم البوليس. هعمل ايه؟ هتجوز طبعا واحرق دمه زي ما حرق دمي. هتحرقي دمه؟ ده انا اللي هيتحرق دمي. طب والولاد؟ لما استلمهم يا ماما يا حبيبتي هبقى اجيبهم يعيشوا معاكي هنا. طب ومصاريفهم؟ أبوهم طبعاً اللي هيصرف عليهم وملزم بيهم وبيني وبينه المحاكم. وسلمت لها الأولاد؟ في اسم البوليس شكراً. وخدت عليها تعهد بحسن رعايته. مش هصرف عليها مليم واحد بعد كده. وتوريني بقى هتعمل إيه. ماما خير يا ماما؟ في إيه؟ الحقني يا ابني الحقني، أنا تعبانة. خير يا ماما؟ إيه اللي حصل؟ سمر بنت أختك حالتها تعبانة من ساعة ما زادت امتحان نص السنة. وسمح اختها لا بتذاكر ولا بتمسك كتاب ولا عايزه تروح مدرسه من اصله. لا انا تعبت. اهدي اهدي بس يا ماما. طب وهي فويه فين؟ ما تيجي نتصل بيها في التليفون. فويه؟ الست هانم مسافره، ما هو شهر العسل المنيل لازم يبقى شهرين.
الهانم ما كلمتش ولادها غير مره واحده من ساعه ما سافرت. انا كده؟ طب بقول لك ايه يا امي، انا هتصل بابوه يجي يشوف صرفه للي بيحصل ده. حرام عليهم، حرام عليهم اللي بيحصل ده. ابوه يا رجعتني لا تاخده، ده من ساعه ما اتجوز نسي نفسه نسي ولاده ولا عاد حد بيشوفه. يا عيني على الولاد، سموهم في رقبتهم هما الاثنين. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه. علمتنا تجارب الحياة المثل القائل يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار، لكن على العكس في هذه المشكلة التي شاهدناها معا عملها الكبار ويدفع ثمنها الأبناء والأولاد. من الذي سوف يرعاهم سوى الجدة؟ هي التي سوف تدفع الثمن أيضا. نناقش هذه المشكلة معا في الحلقة القادمة من بين الناس. إلى لقاء الجمعة القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك تتعب من الأهوال، وياك تيأس من الأحوال، إياك تتعب من الأهوال، وياك تيأس من الأحوال. في ناس عايشة بتعمل خير.